فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أردت السفر فأذن المؤذن لصلاة الظهر وأنا لم أغادر البلد، فصليت الظهر في المسجد مع الجماعة 4 ركعات، ثم صليت بعدها مباشرة العصر 4. هذا غلط، هذا غلط، ما بعد بدأ السفر إلى الآن، أنت في البلد. الجمع والقصر إذا غادرت البلد، إذا غادرت البلد تجمع وتقصر، أما ما دمت في البلد فلا جمع ولا قصر ولو أنك تريد السفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.